اهلا بيكم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات في محاضرتنا اللي هي بنتكلم فيها عن هو از بروجكت مانجر، اتكلمنا عن مهاره الديليجيشن، ازاي ان البروجكت مانجر محتاج يعمل ديليجيشن للتاسكس بتاعت البروجكت لانه مش هيقدر يعمل كل حاجه بنفسه، لا لاسباب الوقت ولا لاسباب المهاره كمان، لان انت ما فيش حد بيعرف كل حاجه. المهم لو نرجع بقى نشوف، طيب من الحاجات اللي قلناها برضو عن البروجكت مانجر ان هو مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة بتحصل جوه المشروع بتاعه، دي مسؤولية حقيقية اوكي، وانما نتيجتها ايه، المفروض يتصرف ازاي البروجكت مانجر قصاد كده. للأسف ان في كتير من المانجرز اللي مهاراتهم الإدارية مش جيدة وما بيثقوش في الناس كفايه، بيجيب ناس تشتغل المفروض نعملها ديليجيشن بس يقف على راس كل واحد ايه ويراقبه في كل كبيره وصغيره. انت مسؤول عن كل كبيره وصغيره، بس تخيل ان انت مش انت المانجر، انت بقى اللي في حد مانجنج يو واقف فوق راسك، انت عملت ايه ما عملتش ايه، ويفضل وراك في كل كبيره وصغيره. اللي بيحصل ان بقى البروجكت ده مش بروجكت، ده بقت مدرسه اطفال. النوع ده من المانجمنت وان كان احقاقا للحق بنحتاجه في بعض الاوقات، لكن ده مش اسلوب العمل اللي هو اسمه المايكرو مانجمنت. المايكرو مانجمنت ده او المايكرو مانجر بقى بالتالي مش من الناس المحبوبه في اغلب الاوقات، ما بنحبش نتعامل معاه. انت كبني ادم مفروض عندك مهارات معينه، لو اللي بتشتغل معاه واقف فوق راسك وبيتابعك في كل كبيره وصغيره دايما انت بيبقى عندك تندنسي ان انت ما تبقاش عايز تقعد معاه وتبقى عايز تهرب منه وتطفش اوكي. فطبعا نبعد عن المايكرو مانجمنت. الله، انت بتقول لي انا مسؤول عن كل كبيره وصغيره بس بتقولي في نفس الوقت ما تتابعش كل كبيره وصغيره، يا عم ما ترسلك على حل. الحل يا سيدي فهو ان انت تتابع ما يسمى بالكي بيرفورمانس انديكيتورز. ايه الكي بيرفورمانس انديكيتورز دي او الكي بي ايز اللي ساعات هتلاقيها مكتوبه كي بيرفورمانس انديسيز جمع اندكس، بس غالبا هتلاقيها انديكيتورز. ايه الكي بيرفورمانس انديكيتورز دي بقى؟ الاول هي ايه البرفورمانس انديكيتور، يعني ايه مؤشرات الاداء. مؤشرات الاداء دي حاجات لها مقاييس ممكن نعملها للاعمال المختلفه. فور اكزامبل سي ان انت شغلك ان انت بتعمل عصير قصب اوكي. النهارده عصير القصب له معدلات انتاج ولا لا؟ معدلات الانتاج دي ممكن تتقاس بحاجه من اتنين، يا كميه القصب اللي انت دخلتها المعصره اوكي، يا كميه العصير اللي انت طلعتها من المعصر، او ممكن الاثنين، صح ولا غلط؟ طيب ده مؤشر اداء واضح جدا. النهارده لو بشتغل في عصير القصب انا هيجي اخر نهار الراجل اللي انا بشتغل عنده هيجي يبص، محمد انت عملت قد ايه؟ اقول له اهو بص ادي يا عم الكميه القصب اللي دخلت المعصره اهي، بص هو ده اللي انا بعمله كل يوم، دي المعدلات الطبيعيه بتاعتي، يبقى شكرا سلام عليكم. وعليكم السلام. او ادي انا طلعت كذا لتر عصير النهارده كده ايه خلصت. لكن ده مؤشر اداء اوكي. ممكن بقى تقيس على كده حاجات تانية كتير. لو انا مثلا شغلتي ان انا بشيل اسمنت وانزله من على عربيه الاسمنت واحطه في المخزن، في معدلات للكلام ده، كام طن في اليوم، كام. لو انا عامل في مزرعه وبعزق الارض ممكن بتعزق كذا اراد في اليوم، بتعزق كذا سهم في اليوم حسب نوعيه الزراعه اللي انت بتشتغل فيها وما الى ذلك. ففي معدلات لكل الحاجات دي. لكن انت النهارده لو ابتدينا نطلع شويه بحجم المشروع، انت كبروجكت مانجر يا ترى هتقدر تتابع كل عامل من العمال اللي عندك عامل كام طن اسمنت النهارده، عامل لهم تعتيق مثلا، ولا عملنا قد ايه، كام شجره اتعزقت النهارده في المزرعه بتاعتنا ال 1500 فدان، ولا 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 ولا. هتلاقي هنا التفاصيل دي ممكن تجيبها، مش مستحيل ممكن تجيبها، بس علشان تجيبها هتحمل الشغل، هتحمل العمل بتاعك كمية كبيرة جدا من المجهود وبالتالي تكلفة عالية، يبقى في ويست عالي. امال تعمل ايه؟ اولا كل واحد
في مكانه الاداري، عشان كده بنعمل هرم اداري، كل واحد في مكانه بيبص على البرفورمانس انديكيتورز بتاعت الناس اللي تحتيه. اوكي، فده. لكن انت هنا لو في قمه الشجره في التوب، ويمكن في ناس بتتكلم ان احنا المفروض نقلب الشجره دي، التوب هي الناس اللي بتشتغل، وده برضو كلام بس ده مش مجالنا دلوقتي ان احنا نتناقش فيه. الفكره فكره ان المعلومه هتوصل لك ازاي؟ قال لك لازم تبص بقى على الكي بيرفورمانس انديكيتورز، لازم تحدد كي بيرفورمانس انديكيتورز. وهنا انا مش هقدر اكلمك عن تفاصيل الكي بيرفورمانس انديكيتورز دي، ممكن تاخدها في كورسات لوحدها، بس خليني اديك مثال بسيط جدا. مثلا انا لو مسؤول عن حي سكني، مش هروح ابص كل عامل عمل كام شجره اسمنت النهارده، حطها في المخزن ولا شالها من المخزن مثلا، وانما هبص على ايه؟ هبص على صبنا كام متر مكعب خرسانه الاسبوع ده. اوكي، هنا حجم الخرسانه المسلحه اللي اتصبت الاسبوع ده رقم مجمع، تحته حاجات تانية كتيره قوي، بس هو رقم نهائي. لو في الحدود المقبوله وحدود العمل المتوقعه يبقى ماشي، احنا كده ماشيين كويس. لو ابتدى ينزل يبقى في حاجه بتعطل الشغل، اروح بقى ادور على ايه اللي بيعطل الشغل، وابتدي اطلع السبب الرئيسي لغايه ما اوصل مثلا لان العمال ما اشتغلوش، او لان كان في الاسمنت متاخر، او لان المشرف بتاع العمال ما عرفش يعمل ايه، او 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 او. اوكي، طبعا في كل بقى هنا مش هقدر اكلمك اكتر على الكي بيرفورمانس انديكيتورز، بس لازم تحطها في بالك. ليه مش هقدر اكلمك اكتر؟ لانها هي بتتحدد بناء على نوعيه المشروع اللي بتشتغل فيه، مش ملهاش كده رقم عام نقدر نقول خد ده وده وده هم دول الكي بيرفورمانس انديكيتورز تاخدهم في المشاريع بتاعتك. لا، لو مشروع انشائي غير لو مشروع زراعي غير لو مشروع صناعي غير غير غير. المهم، يبقى احنا كده عرفنا ازاي نتغلب على المشكلة بتاعة البروجكت مانجر، وهي ان هو مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة، ومسؤول على انه يعمل كل كبيرة وصغيرة، مش كده؟ الديليجيشن والكي بيرفورمانس انديكيتورز. نكمل مع بعض ان شاء الله في الفيديو الجاي، ونتكلم عن بعض الحاجات التانية المفروض نوصف بيها البروجكت مانجر.